يعيش الشوخوصة يعيش الشوخوصة يعيش الشوخوصة يعيش يعيش الشوخوصة يعيش يعيش الشوخوصة يعيش يعيش الشوخوصة يعيش اضمو طابور هناك لو سمحت طابور كده ورا صف 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 تم قراراتك يا شيخ تم قرارات كلاتي الصلاة راح تكون في وقتها يلا وجه التجمع في الكوشن واحد ممنوع لازم يوميا الكوشنات كله ممتلية اللي منكم عنده موضوع عنده مبادرة عنده حاجة يبغى يقدمها يجيني في هالمركز ويقدم طلب علي احنا ننظر في وضعه يعيش يا شيخ يعيش الشيخ عصا 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 زين عصا عصا يعني اسكت عصا وقت ال تسيد راح احنا موعدين باسبوع حافل بالصرامة والقوة اعلان القوة احنا دورك والله في الضعف نعم اسمع الكلام الصف انت الرجال زي ما قلت لكم اهم ما عندي نظافة اللوكيشنات واللي ما راح يتعاون او راح يتهرب من النظافة لا يلومني ولا يلوم ساعديني يعيش الشيخ عصا يعيش يعيش الشيخ عصا يعيش تفضل يا شيخ وموضوع مبادرات اي مبادرة تجي عندي هنا ويتم النظر فيها هذا علمي سلامتكم طيب الله وجهك بيكونكم كل يوم وقت حق لعب حق فرح حق شيلات لكن زي ما قلت لكم اعيد واكرر النظام فوق الجميع يلا الله وجهك النظام فوق الجميع الله يعطيكم العافيه من بركات من بركات شيخنا الفاضل رجوع اخونا فيصل العرجاني يعيش فيصل العرجاني يعيش فيصل العرجاني من بركات قبلي ان اخوي فيصل جاء في العهد اللي انا ماشي صدقه من بركات شيخنا الفاضل رجوع خذها كاش يعيشون خذها كاش يعيشون خذها كاش صدقوا خذها كاش يستاهلون نظافة الغرفة يا شيخ نظافة الغرفة مهمة واجد أتمنى ما حد يتهاون فيها أتمنى أن كلنا نساعد بعض احنا اخوان احنا نعين بعض نبغى نطلع باسبوع يجملنا امام المشاهدين وزي ما قلت لكم هذا الأسبوع راح يكون أسبوع صرامة وأسبوع شدة لكن زي الشدة راح يكون فيه تساهل اسلام أخوي عبد الله تفضل اسمه في حضورك بروح ورا تفضل روح من دون استظراف لو سمحت انت وياه الصلوات الإمامة صلوات موضوع الصلوات راح تكون صلاة المغرب بالعشاء مخصصة على أشخاص الله يجزي الظهر والعصر راح تكون متاحة للجميع وراح نسوي جدول طبعا موضوع صلاة المغرب بالعشاء ما هو باستنقاص من احد او انها خصوصا لاحد خصوصا لاحد قبل ما اسلك الصلاة وترتيب القرآن احنا ورانا متابعين ورانا ناس يشاهدونا فالواحد اذا اخطا في قراءة القرآن او في موضوع في الصلاة يتأثر فيه ناس ورا الشاشة فأتمنى ان ما حد يتدخل في موضوع المغرب بالعشاء الا اللي راح اكتب اساميهم موضوع الأذان والإقامة راح يكون بجدول بيننا جميع موضوع الضيافة راح يكون عند عبد الله عند فهد فارع يعيش الشيخ عصا يعيش يعيش الشيخ عصا يعيش السلام عليكم أعيد وأكرر أنا معكم ماني ضدكم واللي تبوني فيه أبشر بس سعد طيب الله وجهك يعيش الشيخ عصا يعيش يعيش الشيخ عصا تعالوا صافح الشيخ من جاني أحمد عوض صافح الشيخ صالح خط الرين يعني من هو؟
بس هي عنده مشكله. نفس الرجال. الله يعطيك العافيه. ابو شايع. طاف على الشيخ. طيب. اروح بو. يشارع عمر. ايوه. على الله توكلنا. سقنا القدم قدام. اصف. اترك الرجال. لو واجب بني عمه. تفضل تفضل عزيز. شارع عمر. عثمان. اثنين بسرعه. من الشجره. ممنوع تكرارها في وضع 10 مرات في اليوم. اشتغل اشتغل 20 عشان اللي معك. 15 عشاني. بيض الله وجهك. روح. عثمان. عماد. عبد الله الروبي. ستر. عامر تدلل. وصلت من اللي في بالي وصل؟ وصل. الله يعطيك العافية. عبد الله الروقي حلان. عبد الله الروقي. يلا عشان الوقت. يا عمر. يلا يلا. تكرم تكرم. تكرم. سيف. لا. سيف. حلان. سيف. صافي الشيخ. يا عمر. بسرعة. تفضل. احمد محمد مبارك يا شيخ. يا هلا يا هلا. اجلوا اجلوا يا العجل. خلاص خلاص بارك الله. عند العيون لك في الاسبوع 7 طيحات بس. بارك الله. يوصل عرجاني. ضيع ضيع راسك. ابو مدعس الاسبوع هذا ادعس فيه. سوي فيه اللي تبغاه. فروقك وجعنا. انا ابنك يا شيخ. اللي موضوع برا. سوي اللي تبغى. اتجه. تعال تعال. عبد الله رجلي لك في الاسبوع 10 طاحات. شكرا. فقط نكفي الكلام. توكل على عمر. اتمنى تعال من عبد الله الرزقي نكفي المقصود لاني احبه. اسلم. يا عمر. يا عمر. يا عمر. يا عمر. يا حسابي كلمتني عهده. وانا ان شاء الله انكم قدروا. خلصتوا؟ احنا ما نستغني من باقي. انت حبيبي. هذا الموضوع. اذبح اذبح. اذبح الشيخ. يا هلا مسكر. يا هلا يا هلا يا هلا. يا مر. الله يعطيك من العافية جميع. ما عندنا وقت. اسف ما عندنا وقت. اتمنى القراءة وصلت والموضوع وصل. هذا اللي عندي سلامتكم. والله وجهك يا شيخ. الصوت 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 الصوت. رزق رزق.